مكان يا مكان ماشي بعيد فات زمان بدات حكاية إنسان معها بدو الحزان. كان يا مكان قرية جويه كفران راجل شارف وهارف وغادي على حمار وصفان أغواد دري صغير بعيد بين الودان الصوت زربان تدري ليه بان دري صغير يلا خارج من كرش المو شنونا كيدير وفهد البرد زراق فمه وقف قدامه الحمار تخلع من الغواد هز قدامه وطمع لرجل الدري مشات وهكذا بدات حكاية مسعود مسعود اللي ديما بالنحس موعود ودارت ليام قبر مسعود في الجوع برك شارف ومراتي ديما بالنحس مشبوع وعليهم كترو المصايب ولا كل شي مقطوع حتى جا يوم النحس الكبير اللي على مسعود مطبوع كان في عمره 5 سنين فاق في الليل وحيد كان صباح نهار 2 فاق فرحان وسعيد ناد بغي يجرب المين مشى قلب جبد لقيت شعل العافية في البطين فاق الشراف نهار العيد وعلاش يا دنيا معاك سا مسعود الباب اللي فقو يلقاه مسدود علاش ديما هو بالنحس موعود مشى مسعود من بعد لشي خيرية أدراري بحاله في الكناز حدا حمرية كتعدو مديرة قبيحة سميتها السعدية 5 سنين باش مو الفلوس من تجمعية 5 سنين مسعود عاش محقور اللي جا كيصرفو كاع ولا وجهو محفور يا ما يقرا ويكرم ما فهم والو حنطور 5 سنين مسكين والنحس عليه كيدور واحد النهار طلع ليه الدم ضربها بهربة البرد في الليل بحال السنبات بوحدو في الرحبة علي بو الحياة غادي خدم بانت ليه فيه اللعبة داه ورز بالا وام حقر عليه ولدل ولاش يا دنيا معاك سمسعود الباب اللي دقو يلقاه مسدود ولاش ديما هو بالنحس موعود ولاش يا دنيا علاش خير مسعود مسعود مشمكر تدار 16 عام فقد كتافه وكبر وتعلم الكلام وبلغته هو وداوي يبانو ليه في المنام وقتل سكين حول ونيف وزايد القدام تعقد مسعود كل شي كيقول ليه انت مجبتل واحد النهار دايز بدلي خدامك تخمل شيرت ليه وضحكت لف مسكين وتعكل بقى كل نهار عاصر حادي الشرجم يتأمل زلت شي مرة عنده قال ليها سميته مسعود كانت مزروبة مسحرة دارت معاه مات سعود حكيت سناها مصمر فيه الخلعة مرعود زلات جاية قد اخرج فيها طوبي سكود ولاش يا دنيا معاك سمسعود ولاش يا دنيا الباب اللي دقو يلقاه مسدود ولاش ديما هو بالنحس موعود ولاش يا دنيا علاش غير مسعود صدم مسعود وجلس يدور في الزناقي يتحشش ويشم ويموت بالجوع نحسو باقي شافو راجل اخواني داه معاه الجامع راقي قالو كول ونوض صلي باش النور تولي لاقي دار اللحية مسعود تا هو وتعلم يقدر يقول حال ولا ينصح الناس ويتوخطر ولا يدور في الجوامع يجمع الدراري ويدبر سجل نهار اللي عرفت اللي جات نوبتو في العسكر ركب مسعود في الطيارة فرحان غيشوف بلادن وصلوا عطاو سلاح قالوا له جلس بلاصتك راكن وما تخاش اللي تضربو راك للجنة ضامن جلس مسعود يومين ما يتحرك تما ساكن سهم مسعود وزدو للراس عطاه الميريكاني فاق لقى راسو في الحبس ومعاه باكستاني يشوف فيه يتبسم فرحان وبعينيه قاني بالفقصة غوت مسعود لقاها ليبو لحية تاني علاش يا دنيا معاك سمسعود علاش يا دنيا معاك الباب اللي دقو يلقاه مسدود الباب اللي علاش ديما هو بالنحس موعود علاش يا دنيا علاش غير مسعود دوز مسعود ما قريبو لحيا عام صعيب وكثرت ما من حط ردوه ميريكان المغرب رجع مسعود تالف مخلوع في بلادو غريب رجع للزنقة والشوماج ولا من الحماق قريب قضايع كيدور واحد النهار لقى راسو في طنجة تلاقى مع محمد كيدير الحلاقي كمانجة بدا يدور معاه يغني يجمع الفلوس في طريقو قالو محمد إلا كان باغي يقدر الاسبانيا يحرقو فرح مسعود وقال بدات النحت غيضربها بسلتة مشى مع صحيبو حتى قربوا للحدود مع ستة كام يود الحوت واقف دخل مسعود سد محمد ومات مسعود في طريق وسط الثلاجة مجمد علاش الدنيا علاش مات مسعود الباب اللي دقو لقاه مسدود علاش ديما كان بالنحت موعود علاش يا دنيا علاش مسكين مسعود علاش يا دنيا علاش مات مسعود الباب اللي دقو لقاه مسدود علاش ديما كان بالنحس موعود علاش يا دنيا علاش مسكين مسعود.